السلام لجميعكم ولروحك. الكفدوك المشهورة بالتقوى والعلم، كان لقديسيها الأولين تأثير عظيم حتى إلى الآن في القرن 21 لا زال تأثيرهم فعالا، إذ إن معظم الآباء العظماء في عصرنا في بلاد اليونان الحالية إما يتحدرون من أصل كفدوكي أو هم متأثرون ومتتلمذون على أيدي الكفدوكيين. رجل فاضل يطوف الأرض بحثا عن العلم، وعلمه قاده إلى التروي وإعمال الفكر، وتأثر بأخت له هي القديسة مكرينة التي نعيد لها في الأحد القادم في 19 من هذا الشهر. نقلته بمثالها من البحث العلمي عن في العلوم الدنيوية إلى البحث عن العلوم الإلهية.
وهكذا نما بالقامة والمعرفة والروح، فبات باختباراته الروحية علما بارزا في كنيسة المسيح، يجمع في كيانه خواص العلماء والنساك والرسولية والشهادة، وبات معلم المسكونة بما ترك لنا من إرث أدبي روحي في مجالات تفسير الكتاب المقدس وعلم اللاهوت والليتورجيا، وكذلك الرعاية إذ أنشأ المؤسسات الكنسية والرهبانية وسخر الطاقات الوافرة في الكنيسة لخدمة القريب ومحبة السيد. إن تعاليمه تتميز بالوقار والرصانة والعملية وليست بالكلية بحث ونظري، فمصدرها الخبرة الذاتية النابعة من تعاليم الرب في الإنجيل، وعنده الكهنوت خدمة وتدبير لأبناء الكنيسة وإعلاء لشأنها لتكون جاهزة تمام الجهوزية في أدق المواقف وأحرج المناسبات، عروسة مجيدة لا وسخ فيها ولا عيب، بل منزهة وكلية الشوق بالنسك إلى خالقها. كم يعوزنا كباسيليوس رؤساء كهنة غيورين محبين لله، لا نظريا بل بالعمل والقول، يدعون بالكلمة وينمون الكنيسة بالمشاريع الحيوية، مسخرين طاقاتهم لرعاية الكنيسة ومجيرين طاقات أبنائهم لتمجيد الرب. ما أحوجنا إليك باسيليوس من جديد لتؤلب القلوب حولك، مضرما نار حب المسيح فينا، ومنظما منا فريق عمل متكامل يبرز بالتواضع ويمحي بالخدمة، ولا يظهر منه تشويش بل نور المسيح المضيء للجميع. فيا قديس الله باسيليوس، توسل إلى الرب القدوس الذي خدمته أن ينير نفوسنا. إلى كل
إلى من أحببتم ومن أجله جاهدتم وتقدستم أن يمن على بلادنا بنعمة السلام طاردا عنها كل كذب وخصام منيرا درب الخلص من محبيه ساكبا من روحه في عقول وقلوب المسؤولين لئلا يتأكلهم الحسد والتباغض ويفنين الابتتال والتهالك على الملذات والأنانية والمكاسب الخسيسة التي يزينها في عقولنا الشيطان، بل أن نسير موكبا من نور فيكون سجودنا لرفاتكم المكرمة سجودا يدل على طاعتنا للمسيح وتخشعا أمام شهادتكم الموقرة لتحيي فينا التمثل بجهاداتكم وتقديم الشهادة للرب دون خجل ولا تردد. باركوا بحضوركم شعبنا وبلادنا، وإذا ما غادرناكم إلى بيوتنا وديورتنا لا تبارحونا، بل ظلوا معنا مظللين حولنا لنتذكركم على الدوام، محيين في دواخلنا مسلككم ومتمثلين بكم في كل آن، مملوئين من كل نعمة وبركة بالمسيح إلهنا الذي له المجد ولأبيه القدوس ولروحه الحي المحيي. آمين.
ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. المقدسة وجميع الأديرة والمدن والقرى من الغضب والجوع والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف، ومن غارات القبائل الغريبة والحروب الأهلية والموت الفجائي، ومن أجل أن يكون إلهنا الصالح المحب البشر شفوقا ورؤوفا ومتعاطفا ليصرف ويبعد عنا كل غضب يثور علينا ويرحمنا. ويطلب من أجل أن يستمع الرب لنا صوت تضرعنا نحن القطاع ويرحمنا. يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين هم في البحر بعيدا، وكن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين.